ساهو مسروق ساهو مسروق ساهو زي اللي جابوا له حاجة أصفر وساهو يا بورسعيد جاي النعيد حسبي لولاد الليل يا أما يسرقوا يا خليهو يا خليهو بالروح حبيت يعمر بيت عشت يا أما يا بورسعيد بس اللي أزانة حرامي خزانة خزانة رزانة سياد وعبيد بالروح حبيت يعمر بيت عشت يا أما يا بورسعيد بس اللي أزانة حرامي خزانة خزانة رزانة سياد وعبيد عالم شو ضلي أغنية ضلالية وإحنا الجلابية الهربيد فينا اللي سيع فينا اللي ضيع فينا اللي يسيع ويضيع واللي يبيع ابوه واللي جابوه يا خلقه يا خلقه عالسوق يا هو بالسوق يا هو ولاد الافاعي دول ساقوا سوقنا وساقوه مخنوق له بحور جري احتنها الضرية تلوك بسريا كان لها الشوق واحد موسو قال للني السوق بقى شيء موبوق وفي غاية السوق زي بحور جري احتنها الضرية تلوك بسريا كان لها الشوق أمواج غلابة أيام قلابة وناسنا غلابة وملها حقوق الحق جاله الحر بلو الحق كله والحر بلو والحب خانوه والخير قتلوه يا خلقه يا خلقه عالسوق يا هو بالسوق يا هو ولاد الافاعي دول ساقوا سوقنا وساقوه يا بورسعيد جاي النعيد حسب الاولاد يا خلقه يا خلقه funeral of a child, it becomes more clear that the extremists are not patriots or resistance fighters. They are murderers at war with the Iraqi people themselves. We've heard it said that the Shia, Sunnis, and Kurds of Iraq are too divided to form a lasting democracy. In fact, democratic federalism is the best hope for unifying a diverse population. كانت القوات الأمريكية في تمام الثامنة من مساء السبت من اعتقال رئيس العراق المخلوع صدام حسين. ووفقا لما أكده قائد قوات التحالف البرية اللواء ريكاردو سانشيز في مؤتمر صحفي الأحد، فقد كان صدام متعاونا وقت اعتقاله وأبدى رغبة كبيرة في الحديث مع القوات الأمريكية. Thank you.
What we will see next is a picture of Saddam Hussein at the time he was captured. عملوها ولاد الجزمة القديمة. سبحان مغير الأحوال. ولا انتوا كنتوا فاكرين ايه؟ ما هو كده ولا كده كانوا حيلقوه. شوف يا اخي بعد العز والهنا بقى عامل ازاي؟ معقولة في قفا يصدق اللي بيحصل ده؟ ما هو بيحصل قدامك يا فالح. معقولة يعني ما نصدقهوش؟ هما مش بيقولوا ان هو عامل لنفسه اربع نسخ شبهه؟ ما جايز دي تكون واحدة منهم. متخيله انت عبيط ولا ايه؟ ويعني هو العجة جايب الكلام ده من دماغه؟ ولا هو عنده دماغ اصلا عشان يفكر بيها؟ ادينا بنسمع. لا اله الا الله، معقول اللي بيجرى ده يا ريس سعيد؟ سبحان الله، الدنيا زي السقي القلابة، ولا بتخلي اللي فوق فوق ولا اللي تحت تحت. ايه ده؟ يا ربي، بقى هو ده اللي كان راعب الدنيا؟ سبحان الله، انا مش مصدقه اللي بيحصل ده. اياك بس الناس تبتعد، ربنا يحسن ختامنا. اللي ما حد اتحرك يا جدعان، فين الناس اللي كانوا ملمومين حواليه وعاملين نفسهم بيحبوه؟ اكيد خايفين وقاعدين في بيوتهم. لكن هربانين مش جذب شاطئين. قست عليك يا عيني. يقضوا مسالي. ماشي يا عمرو. الله يسامحك. ما انت شايف يا جندي، لو مش شايف خد لك نظاره من عندي ب 2 جنيه عشان خاطرك. لم تعبينك يا فطور. ده مكاني وانت عارف كده كويس. امال يعني اشتريته؟ مكتوب على اسمك وريني. مفيش. وانا ما مشيتش بالسوق. انا نعرف نمشيك ازاي. ضحكتني قوي. يلا اتكل على الله من هنا هلا، بدل ما رجعك زي ما كنت. يبقى انت اللي جبت لنفسك يا فرهود. تعال هلا، ده انا الجند بتاع الرسال هندي. اه انت بتعمل كده يا حسام. تعال تعال كده يا بوليس. ايه اللي عاوز تندهله يا لنت؟ فين انت وهو؟ تعال بك مشكل للبيع على السعر. انت مفتري يالا، احنا عارفين ولا نبيع ولا نشتري منك؟ ده حقك انت. حق ايه؟ المكان ده بتاعي والناس كلها شاهدين. اكتم يالا انت وهو، فهمونا ايه الحكايه. النصبه دي بتاعتي يا راس سعيد، وبيجي زحمني في مكاني. يعني انت اشتريته مكتوب على اسمك؟ انا سبقتك والسوق مفتوح قدامك للكل. مفتوح للكل اه، بس بالادب والاحترام قبل كل ده بالسيستم. بس انا مش غلطان يا راس سعيد. لا غلط. السيستم بيقول ايه؟ والمحدش ياخد مكان حد. مكان مين ده يا رجاله؟ بما يرضي الله، يعني انا بشوف الجد بينصف في الحته دي كل يوم. بالامانه سيستم، الجند بيفرش هنا كل يوم، والارزاق بيد الله يا جدعان. بصراحه يا ريس، المكان ده بتاع جندي. اسمع يا فرهود. لكن انا ريس سعيد. بقول لك اسمع، يا كلمه واحده مش هتنيها، قدامك خمس دقايق تلم عزالك وتشوف لك اي حته تانيه تنصب فيها. لو ما عملتش كده هتصدر لك بنفسي. بالدراع يعني يا ريس؟ لا يا اخو، بالدراع ايه؟ بالسيستم. ايه رايك؟ ماشي يا سيستم، اتكل على الله. يلا يا رجاله، كل واحد يشوف شغله. يلا يلا، كل واحد على مكانه. يا سيستم متشكر قوي على اللي حصل، وردها لك في الافراح ان شاء الله. ما تشكرنيش يا جندي، انا ما عملتش كده علشانك، انا عملته علشان السيستم. لو كنت مكان الولد نتن ده
برضو كنت وقفت لك بنفسي عشان الكل يعرف اني ما عنديناش خيار ولا فقاس. تمام يا ريس. يا سيستيمو ما تيجي نجيب لك شوية شاي؟ هجيلك بعد شوية يا عم ساعاتي، بس عارف ما اقدرش اسيب الوكالة والحاج لسه ما وصلش. طيب هستناك. ماشي يا عمنا. ايش عليها قن، خد يا ارزة القميص عمية فل. خلاص سيبه روح لعلك انت، سيبني بقى. ايش عليها ارزة. منور المنطقة ابو الفراهين. هي صحيح الحتة متطرفة، لكن معلش ابويا الله يرحمه كان دايما يقول لي رزقك لو ما رحتلوش هيجيلك لحد عندك ويكسر عليك باب بيتك. هو سعيد ابو المكارم كده، لازم يمشي كلامه بالدراع علشان يورينا يعني ان هو ظبط السوق. السيستم بقى. طب والسيستم ده يعني ايه؟ ولا بيجاب من انهي اجزخانه يعني؟ ومحدش يعرف السيستم عجه. السيستم يعني النظام، يعني يمشوا السوق زي ما هم عايزين على كيفهم يعني على مزاجهم. ولا عايز انا بقى ده اخويا؟ يا سلام عليك يا حموده لما تقول كلام وما انتش فاهم حتى معناها. طب ما تفهمنا انت يا عم ارزا. وانا هفضل اعلم فيكوا لحد امتى؟ ها السيستم ده يعني قصدي اخواننا البعده هيفضلوا راكبيننا وكاتمين على نفسنا لحد يوم الدين. ايش عليه؟ ما هو دي اللي انا قصدي اقوله يا ارزق. خليهم يتحكموا في ارزاق العالم كمان. يا عم روق، عندك الكن والعجه مثلا واكلينها ولعه وهم هنا في اخر السوق. ما هو القر بتاعكوا ده هو اللي جايبنا ورا. انا بقالي شهر ما استفتحتش، ما دخلش جيب جنيه، ما مسكتش بايدي تعريفه. اليوم باين من اوله مفيش ولا زبون، الحكايه ناشفه. وبعدين صباح الخير يا كان. صباح الزفت. ايه اللي حدفك عليا السعاده؟ بالراحه عليا يا جدع، انت مش وعدني ان انا اجيلك عشان الموضوع اللي اتفقنا عليه؟ موضوعي بالصلاه على النبي. انت مش وعدني تشتري لي جزمه بدل اللي اتهرت في رجلي؟ شايف الجزمه يا جدع؟ جزمه ايه اللي اديك بيها؟ يخرب بيت دي حكايه، احنا لاقيين ناكل لما هنجيب جزم؟ غلبت من وشي، غوري بلا قلب الدماغ. ده انت وعدني من شهر يا كان. رجعت في كلامي، عيل ولحست كلامي، عجبك ولا لا؟ غوري بقى من وشي لاديكي انا بخنفك. متشكره يا كان، متشكره. انت كمان بتردي عليا؟ بتردي عليا؟ بتردي عليا بنت؟ انت قصدك مالكيش كاسر. ماشي ماشي يا كان. ايه خرب بيت دي حكايه، خليك معايا. لازم حد من الحاشيه اللي حواليه هو اللي دل الامريكان عليه. والله يبقى لك في السياسه يا ابو شامه. طب على الاقل صلح للناس حاجتها مظبوط علشان يسمعوا الاخبار. لا يا معلم. السلام عليكم. سلام. عنتر. ايوه يا ريس. ما الخواجات دي اول ما خرجت تفض الخناقه على طول ومش عارفين ناخد منهم حق ولا باطل. طب سيبهم لي. ماشي يا ريس. ويلكم تو بورسعيد. صباح الخير. صباح الكمال. صباح الورده يا حاج. صباح الورده يا حاج. حاج السلطان اجى يا سيدي المعلمين. شايفه ده يا تشيلو فاكر نفسه رئيس وزاره. الاخبار كان يخرب بيت دي حكايه. انت تاني يا طلعات؟ نو نو اس نو كوبي. كوبي اوف انتيك از يعني مور اكسبنسيف. And how much is this one? This for you? For you $200. I go for $100. No, 100. No, no. Little 100. 150. It's good. Okay. Okay. Bye. You don't want Nefertiti? Queen Nefertiti, beautiful. Thank you. No. Oh, beautiful like you. Thank you. Top. Thank you. Thank you. Enter. Ayo, Reyes.
هاد جوز سقعانين لجوز العرايس دول. بس كده عليا. اتفضل يا حاج. ايه دول يا سعيد؟ بيع على السريع اهو بنستفتح. ايه؟ بتستفتح؟ ولا بتظبط؟ اظبط ايه يا حاج؟ هو حد هيبص لنا وحضرتك موجود؟ كل بعقل حلاوه يا ولا كل. يعني عايز اعمل لك ايه؟ ايه ده؟ انا اللي اعمل ايه؟ تيجي تاكل وفي غيره الكن. قول لي طيب ده باين عليه بيتشاكل مع طلعت. عايز تلوصك بالاخر كده مفيش فلوس. مفيش فلوس. ايوه مفيش فلوس واحلى ما في خيلك اركبه اخبط دماغك في الحيط. الله فتشني يا سيدي نفضني زي السجاده امسك الواد عجه ده انفضه في الارض كده اعتبرني فردة شراب قلبني من بره لجوه لو لقيت في جيبي جنيه خده. ده ما كانش اتفقنا كان. انا عيل ورجعت في كلامي يا سيدي ما توجعش دماغي بقى الله لا يسيئك. عايز بتاعتك خش خدها من الدكان. عايز فلوسك يبقى تستنى هتطول معايا لا بضاعة ولا فلوس. استنى لحد امتى؟ لحد ما تفرج يا جدع. الله يعني اعمل لك ايه يعني؟ اسرق يخرب بيت دي حكاية. ماشي انت كده جبت اخرك معايا ما قداميش بقى الا اروح للنيابه واوريهم وصلات الامانه اللي مبصمك عليها. ماشي يا كان سلام عليكم. ماشي اصيل يا طلعه ما هو ده برضو العشم وانت ما بتعملش حاجه. يا عم طلعت مالك واخد في وشك كده ورايح على فين؟ النيابه سيستيمو اما نشوف حكومه في البلد دي تجيب لنا حقنا ولا المساله فتوانه ودراع غابه يعني. روق دمك يا عمنا تعالى جوه خد لك معانا واحد شاي كله هيبقى تمام تعالى. لا خليها وقت تاني يا ريس سعيد. عليا النعمة لا انت داخل. ايه ده الحاج ذات نفسه هو اللي طالبك. ايه طلعت مش عايز يشرب معانا الشاي ولا ايه؟ لا ده صح برضه يا حاج. يا راجل خش لحسن الحاج يزعل منك خش. ماشي عشان خاطرك يا ريس سعيد وعشان خاطر الحاج كبير السوق برضه. درويش امر يا ريس. اقفش الكن من قفاه وهتقولي بالذوق الاول بس لو عصلك معاك يبقى خد راحتك. عيني يا ريس يا ربي عصلك. ايه طلع هي الحكومة فضيالك للمشاكل الهايفة بتاعتك دي؟ وانا اعمل ايه طبعا حاج؟ عندك حل تاني؟ معلش يا عم طلع انت عارف الدنيا نايمة والحال في النازل من يوم ما لغوا المنطقة الحرة ورفعوا الجمارك. وانا ذنب ايه يا عم السعيد؟ هو انا اللي لغيت ايه؟ عم طلعت ما يكونش عندك فكر مش هتخرج من عند الحاج ان شاء الله الا وانت مرضي. رايك ايه بقى؟ يا عم خف ايدك شويه حقق على حنطور عيني. انت هنا يا طلعت؟ صباحين يا سيستيمو. يا اهلا بالحاج سلطان. يا اهلا ولا سهلا. بقالك ايه يا كان؟ انت كل يوم هتعمل لنا غاغه ولبس في السوق. طب نعمل ايه بس يا حاج؟ ما ليك شايف بنفسك السوق نايم والعالم كلها في الجبس. طب تصدق بايه؟ انا بقالي اسبوعين ما استفتحت. واني مالي؟ هو انا اتحرك جنبك لما تستفتح؟ جريئة يا جدع ما تصطبر شويه هي الدنيا طارت. ايوه طارت يرضيك في حالي يا حاج. لا ما يرضنيش طبعا. الراجل ملوش ذنب يا كان ما انتش قد التجاره ما تعملش معلم. اللي حصل بقى يا رئيس سعيد علقوا لنا المشنقه. اتعدل يالا يا كان العدله. ماشي يا حاج اتعدلنا. انت ليك كام يا طلعت؟ 10000 جنيه يا سيستيمو. حاج هذه 5 هذه 10 الدوم يا طلع. عيب يا سيستيمو نعد وراك. اتكل على الله ولو عندك اي مشكلة مع اي حد تاني في السوق اديك عرفت الطريق. ما ظنش الحكومة هتسعفك بسرعة عادي ولا ايه؟ صحيح يا ولاد الكبير كبير. شكرا يا سيستيمو شكرا يا حاج ودي وصل الامانة. الله يكرمك يا سيستيمو. اتفضل يا سيستيمو. حلو
مع السلامة. انت السلام عليكم. هذه المفاتيح يا حاج، كتر ألف خير. وادي وصل الأمانة يا محمد. الطعم. شكرا يا ريس سعيد، شكرا يا حاج. السلام، الدنيا لسه بخير يا أولاد، نشوفكم بقى في ظروف أحسن من دي. السلام عليكم. رايح فين يا له؟ الدنيا مش سايبة يا كن، عشان تلعب بالسوق وتطيح بمزاجك في خلق الله، لا في سيستم يا حبيبي. خش تمشي جنب الحيط وتعمل اللي عليك، تبقى حبيبنا وجار وليك علينا حق الواجب والشفعة، لكن تقل ادبك على الناس وتمد ايدك في جيوبهم وتجيب لينا وليهم المشاكل، لا ساعتها هيبقى في كلام تاني. كلام تاني يعني ايه؟ كلام ما تحبش تسمعه، وبعده ما تلومش الا نفسك، فاهم؟ بعد اذنك يا حاج، ادينا وصولات الامانه والختامه. انتوا ناويين تعملوا فيا ايه؟ ابصم هنا يا كن. يا حاج مالك؟ تعالى. شايل ابو شامح، شايل حموده. يعني بصموك يا كن؟ امال يعني كنت بعلم على الطباع الكبير عشان اعرفه. تعالى افطر اليوم بس، يا ريت الناس تتفاهم. مش شايفين المدير في العراق؟ انا ايه ده سعيد سيستم وراجل ما جابتوش ولاده. شفت هو بيطلع الفلوس ولا همه، وقال ايه؟ عشان يضمن الكن. حد في سوق العرب كله يضمن الكن؟ ويعني دفعهم شفقة؟ ما هو بصمني. مش فلوسه، انت كده كده مش دافع، ده انت شفطة. هو تلاقيه عمل كده عشان يفضل زلو بيهم، مش كده سيدي معلمين؟ ما حدش يجلني قاله. يا عم هو انت مذلول لوحدك؟ ما احنا كلنا مذلولين. بفلوسهم يا جدعان. ادي اللي احنا فالحين فيه، نتكلم ونجعجع وفي الاخر فس، ولا كاننا قلنا حاجه. ما هو احنا اللي عملنا في روحنا كده، لو كنا من الاول وقفنا لهم وقفه رجاله ما كانش فيهم حد ابدا يقدر يبقى له كلمه علينا. عامل ايه يا ارزق؟ منور السوق يا درويش. ما تيجي تاخد لك حاجه على حساب يا جدع، حاجه ساقعه حاجه سخنه، اني تحت امرك. قوم يا عم انت وقور، قوم يا عم خلينا نشوف مصالحنا ونقعد الناس المحترمين. مين يا عجه؟ على فين؟ ما لسه بدري. بدري من عمرك، سايبينها للناس المحترمين. يا ابو الحساب. حساب انت ما عندكش نظر. انا مديون، انا مديون ومبصه مني. ايد على النوته ابو علي، هدي نفسك. على النوته، على النوته. تعال تعال. يخرب بيت دي حكايه. اتفضل يا سيدي المعلمين. اتفضل يا سيدي المعلمين. جرى يا واد حمده، رجع بدري كده ليالا. وده مش صندوقك. لا يا معلمي، ده صندوق الواد حنكش. والواد في ايه؟ فلسع يا معلمي. هي شوطة؟ ده تالت عيل يهرب مني الشهر ده، وانا افضل اعلف واربي فيكم وفي الاخر تسيبوني وتهربوا يا اولاد الجزمة. طب وانا مالي يا معلمي؟ هو انا اللي هربته؟ مين؟ الغول. الحمد لله. ولا ابو شامع فرد، تعالوا الغول. عم اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. انت فين يا راجل؟ الله يسلمك. ايه الغيبه الطويله دي؟ الحمد لله على السلامه. نورت السوق. ثلاث سنين بحالهم. منور طريقكم. متشكرين قوي يا راجل، متشكرين قوي. السلام عليكم. منور الدنيا يا غول. الغول رجع يا سيدي معلمين. ما هو لازم يرجع يقعد مع حبيبه الحاج سلطان، ما هو كده يغيب يغيب وبعدين يرجع. فاما اللي احنا اجري هات لي شاي تقيل سكر كتير، بس على حسابك انا لسه بعصب. حاضر. ما تحرقش دمك كده يا حاج، والله انا عارف بعمل ايه. طب فهمني انت بتعمل ايه، بدل ما انا قاعد كده زي الاطرش في الزفه. معاش اللي يقول عليك كده يا حاج، انت كبير السوق وهتفضل كبير ان شاء الله. يا سيستيمو، الولا الكن ده لو كان اتضرب علقه وترمى بره السوق كان يبقى احسن له واحسن لني. والله انا عارف يا حاج ان كل شيء ممكن يتاخد بالدراع،
بس ده ما ينفعش على طول يا حجاجة. انا برضو في حاجات ممكن تتاخد بالهداوة ومن غير شوشرة. انا عارف احنا يهمنا يفضل السوق هادي ومن غير لبش، لكن برضو نقدر نعمل ده احنا ايه واخدين الناس بالهداوة بالطراوة يا حاج عشان يطمنولنا وما يكرهوناش. ما انا طول عمري ماسك السوق ومحدش سمع للناس صوت. ما انت هتفضل ماسكه يا حاج، بس ايه بالهداوة من غير ما نوجع الناس. انا طوعتك النهاردة بس عشان انت خدتني على مشمي قدام الناس، لولا كده ما كنتش طلعت تعريفي للكن الجربوع ده. انت شيخ المعلمين يا حاج، الورق ده قيمته كبيرة، ان الورق ده هو اللي هيخلي الكل متطيلك يا حاج وعينه مكسورة قدامك. ده اسوى كتير قوي، مش كده ولا ايه يا حاج؟ ده انت ابو الغلابة. غلابة ايه بتاع ايه يا سعيد؟ حاج صدق هو ده المقصود علشان الناس. السلام عليكم حاج سلطان. وعليكم السلام ام الغول، صباح وقشطة. عاش من شافك يا راجل يا عجوز. ازيك يا سعيد يا ابني؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه يا عم؟ وعايش من قلة الموت. يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. خير يا غول؟ ايه هنتكلم على الواقف كده يا حد؟ لا، اجدع كرسي في الوكالة لعم الغول، اجدع كوباية شاي كمان يا عطر. ايه يا ريس. شاي لعمك الغول. ايه يا ريس. ملوش لزوم، انا جاي للحاج في كلمتين ورد غطاهم بس على انفراد بعد اذنك يا سعيد يا ابني. امال يا عم، وبرضه نبعت لك الشاي. السلام عليكم يا رجالة. هات لك واحد خلاط. رئيس سعيد. ايه جندي، في حاجة؟ واحد خد مكانك تاني ولا ايه؟ ابدا، لكن لو فيها رزالة وقلة ادب مني يعني. وانت بجد اديت فلوس لك كم النهاردة؟ وما لك انت؟ السوق كله بيتكلم و... ولا حاجة يعني. معلش اذا كنت بحط مناخيري في اللي ماليش فيه. بالاذن. معلش تعالى خش اقعد. مالك؟ مدام سألت انا حجاوبك. انا مظبوط دفعت فلوسي الكم زي بالظبط ما رجعتك تقف في مكانك. عملت ده وده عشان الميزان يفضل معدول. ميزان ايه؟ ميزان السوق. هو اصل السوق ده يا جندي عامل زي البحر، في سمك صغير في سمك كبير، والسيستم بقى هو الميزان اللي بيخلي ده وده عايشين مع بعض. مش فاهم. طب وانت ايه مصلحتك في كل ده يا سيستم؟ السمك الكبير ما تخلقش كبير بكيفه يالا. انا عارف انك مش فاهم ومش ضروري تفهم، اصل السيستم ده مش اي حد يفهمه. خد الليمون ده وروح فرشك اشربه هناك، لحسن حد تاني ياخد مكانك. يلا. مفيش احلى من الليمون يا رئيس سيستيمو. سلام. سلام. حلو يا جندي؟ احلى ليمون يا رئيس سيستيمو. السلام عليكم يا رجالة. احلى صباح لسيدي السوق. ازيك يا حمودة؟ صباح الفل يا سيستيمو. السلام عليكم يا عم سعاتي. السلام. ازيك يا سيدي؟ ازيك يا اخويا. انت جاي عاوز فلوس؟ خيرك مغرقنا يا سلطان، لكن الدنيا بقت غلا وكوى، والشهرية اللي بتدهاني ما بقتش كفاية، وبعدين ما زادتش بقى لها سنين. ايوه انا عارف الاسطوانه المشروخه بتاعتك دي.
الدنيا بقت غالة وكوى ومية وهوى. يا هول أنا عارف كل أخبارك وعارف أنت بتفرتك فلوسك فين وعلى إيه. ده بعيد عنك، ادعيني ربنا يشفيني منه. طب يا أخي اعمل بلقمة عيشك ولا إيه؟ أنا مش صنايع يا سلطان، مش صنايع وأنت عارف أنا فنان. أيوة فنان يا سلطان، ولازم أشتغل بمزاج. فنان على عيني وراسي يا سيدنا، وإيدك تتلفف حرير، وأنت شغلك أفضل شغل في السوق، بتعمل حتت قديمة تقليد ما تفرقش عن الأصل. بس شهريتك واقفة عليا اليومين دول بخسارة، أنا مش هقطعها لا سمح الله. بس عايز أقول لك بقى، لازم تفوق وتخاف على مصلحتك. سنين وانا خايف على مصلحتك يا حاج. قافل عليا يا بابي، مغمض عينيا، قافل بقي، ما نطقتش بكلمه لاي مخلوق. كنت تخش عليا من الاول كده. انا ما قصدتش اللي انت فهمته ده يا حاج. شوف عايز كام يا غول، وبلاش كتر كلام. اللي تجيبه بفضله عدل يا حاج. انا هديك الطاقه اتنين، بس ليا شرط. ترجع الخن بتاعك وتخفى فيه، تشرب خمرة، تضرب بانجو، ها؟ تعمل اللي انت عايزه، بس بشرط بقى رجلك ما تعتبش السوق تاني. انا لحد دلوقتي لسه باقي على العشرة القديمة، بس انت عارف لو سلطان زعل ممكن يعمل ايه. حاضر يا حاج، اللي تشوفه. استأذن. استنى. خد دول وما تورينيش وشك بعد كده. شكر خير. ألف شكر. هما بيجيبوا لنا الحاجات الدرجة العاشرة عشان الغلابة دي تقدر تشتري. ما هم بيزعلوا لما ساعاتهم بتقف، والحال زي ما انت شايف كله واقف، يعني اشمعنا الساعات اللي هتمشي؟ طب حلو، ما هي لو الساعات اشتغلت انت مش هتشتغل يا عم ساعاتي. يوه، انت بتسمي ده شغل يا سي سعيد؟ طب بص يا سيد، شايف الحتة التايواني دي؟ اهي دي يومين ثلاثة وتعطل، ويجي صاحبها يلمع ابو خاشي كأن انا اللي صنعتها. انا لو منك اجيب درافك وقلب المحل ده سنترال. لا اقولك لا، اقلبه موبايلات وحاجات روشنة، ما هي دي الحاجات اللي ماشية اليومين دول، على القليل تصل عينك السليم. انت هتعمل زي البنت بنتي؟ انا عشت ساعاتي وهموت ساعاتي، مش هاجي على اخر عمري وفنيخ. ما هو الزمان كله فنيخ يا حاج، كل شيء بيتغير. انت ما شفتش اخبار النهارده؟ مين كان يصدق يا عم ساعاتي؟ بس انا كده، ولو الحاله فضلت جيم هفضل كده. مش بيقولوا ضرب ولعور على عينه؟ عن اذنك يا حاج، انت ما كملتش شايك. عم الغول. ايوه سعيد، رايح على فين واحنا بنشوفك كل يوم؟ رايح على الخن بتاعي. والنبي ما زهقتش؟ تعال معايا. على فين؟ تعال معايا وانا ادلعك. تعال. هتدلعني؟ الامر لله. منور يا غود، منور طريقك.
حلوه الجزمه دي. مقاس كام؟ 36. على كام؟ على 30. وعشان خاطري؟ 25. وعشان خاطر الارزاق؟ ب 20. 15 حلوين. ماشي. يبقى لك. لا حول ولا قوه الا بالله، اصطبحنا بوش مين النهارده؟ ايه ما تاكل يا عم الغول، ما تخافش انا اللي عازم. ده واجب عليا يعني. واجب ايه يا عمنا؟ والنبي انت وحشني يا عم الغول، قول لي انت فين اليومين دول وعامل ايه؟ زي ما قلت لك قبل كده، عايش من قله الموت. اليومين اللي فضلني في عمري بقضيهم لوحدي، وهي ماشيه وما قالتش لا. ما بتزهقش من القعده لوحدك؟ والنبي دي حاجه تجيب العيال. بالعكس انا كده اخر مزاج، اصل لقيت ان الوحيد اللي بيفهمني وبيستحملني هو انا. عارف انا في المحافظه بعتولي جواب علشان احضر حفله تكريم للمحاربين القدماء. محارب قديم بقى ورجله راحت في النكسه ما رحتش. الزهرة سعيد ان ما عادش فيه استبطاف بيني وبين الناس. عماد مفيش اخبار منه؟ مش عارف، لا تليفون ولا حتى جواب. معرفش اذا كان عايش حتى ولا ميت. ان شاء الله عايش ويرجع لك بالسلامه. تلاقيه بس يعني غرقان في الموزه زي الشقره ومش مركز. ربنا يطمنك عليه. قول لي انت ما بتاكلش ليه يا عم؟ الحمد لله. البرايه دي من ايدي. انت عايز تموتني بقى؟ لا بعد الشر. الاكل ده هيخليك جامد قوي. كان زمان. انت بتفكرني بابوك الله يرحمه كان عايز ياكل الناس بالعافيه، كان بيرمي لهم السمك في حجرهم بالجنبه. تعيش يا عم الغول تعيش. والله انا بحبك عشان انت تتحب، عشان انت من ريحه ابويا الله يرحمه. الله يرحمه كان راجل جدع وكريم قوي، بس سبحان الله الحلو بيروح والوحش هو اللي بيفضل. لا لا يا عم الغول ما تروحش لبعيد، ده الحاج سلطان بيحبك قوي. في ناس يا سعيد ما بتعرفش تحب. انت بتحامل على الحاج سلطان كده ليه؟ احنا عشرة عمر يا سعيد وعايشين مع بعض وعارفين بعض كويس. سيبك من الكلام ده. انت عارف انا نفسي في ايه يا سعيد؟ في ايه؟ نفسي اشوفك عامل شغل لوحدك. واسيب الحاج سلطان لوحده وهو في السن ده؟ الناس هتقول عليا ايه؟ الناس تقول اللي عايزه تقوله. ما دام ما حدش حاسس بحد يبقى كل واحد اضرب مصلحته يا ابني. لا ما ينفعش يا عم الغول. قال الحاج سلطان مش مقصر معايا في حاجه. حد سايب كل حاجه ليا. انا مش عايزك تغلط غلطتي يا سعيد يا ابني. الزمن غدار ومتعرفش مخبي لنا ايه. انا كنت عايش ملك زماني. بس ما كنتش متخيل ان هيجي اليوم اللي اروح فيه لسلطان ولا لغيره علشان يعيشني. ده حتى ابني اللي كنت فاكره هيبقى سند وظهر ليا سابني وسافر. ما بيبعتش جواب عشان يطمن ويطمن يا ابني. انت عايش بين حبايبك يا عم الغول؟ امال انا ايه؟ انت الغالي، ابن الغالي. ربنا يخليك يا عمنا، ربنا يخليك. حتى الفستان ملوش حل. انا عارف طلع حكايه. هي ايه الحكايه؟ هو كل الغايبين بيظهروا النهارده ولا ايه؟ يا عم ايش جاب لي غاب؟ الجول ده بيغيب بالسنين، لكن ابو سيد بيه ده اخره كام شهر وبيظهر. امال؟ ما هو حبيب الحاج الروح من روح. زي ما تقول كده راسين في برنطة. انا سمعت والله اعلم انهم شركة من باطل. شركة في ايه يا عم؟ ده ليه شغل وده ليه شغل تاني خالص. انت هتفتي يعني يا ابو مخ ظلم تفتكر بعقليتك كده ان الهلمة اللي فيها الحاج سلطان دي كلها من حتة الدكان الهبلي ولا شوية الانتيكات اللي بيبيعوا ويشتري فيهم، ولا ابو زيد بيه والهنا اللي هو فيه دي من السياحة وخلاص؟ يا اخي النقعة
إلا بعد الظن اسمه يا جدعان. يا اخواني انا ما قلتش حاجة وانا فتحت بوقي، انا بسأل سؤال، هو سؤال حرم يا اخواني. اجتماع الكمة بدأ يلا. يا ترى هما بيعملوا جوه ايه يا سيد المعلمين؟ وانيش عرفني واني كنت بلجم. قرب قرب. راديو ياباني، استشوار الماني، تلفون يتكلم ثلاث لغات. قرب قرب يا جدع قرب. الادوات الكهربائيه. شو نايم ليه هلا؟ مش عرفني. الناس مستغربه وما لهاش سيره غير حكايه الرجل اللي طب ده وما حدش سمع عليه، مع اننا من شهور عارفين ان ده هيحصل. عندك حق يا حاج، بس ما اظنش انك جايبني هنا علشان نقعد نتكلم في السياسه. احسن حاجه بتعجبني فيك انك ما بتضيعش وقت، بتجيب من الاخر على طول، وانا هجيب معاك للاخر. قول لي بقى يا ابو زيد، اخبار السمكه الكبيره ايه؟ الله، هو انت ما تعرفش؟ ما اعرفش ايه؟ ما نزلت الميه من امبارح، وعلى بعد بكره الصبح بكتير هتكون وصلت بورسعيد. الله، ما سعيد سيستم عارف كل حاجه وقال انه هيبلغك. ابو زيد، اصول انت تبلغني كل صغيره وكبيره. ما هو اصلنا يا حاج يعني. خلاص، مع السلامة. انت دلوقتي وفلوسك هتوصلك بكرة في معاد ايه؟ لا يا حاج، ده انت كده بتشتمنا. فلوس ايه؟ ده انت خيرك مغرقنا، ده احنا لولا الشغل وياك ما كناش لبسنا فرنجي ولا مسكنا سجار في ايدينا. يلا يا ابو زيد، مع السلامة انت. طب تؤمر بحاجة تانية يا غالي؟ مع السلامة انت يا اخوي. رقبت يا حاج. الله. ايه انت وهو؟ تعال يا معلم. تعال افتح الباب. حاضر يا معلم. ايوه يا حاج. ايه الكراتين دي كلها؟ دي حاجات هنوديها على مخزن المناخ يا حاج. الله، وما راحتش ليه المخزن؟ دي متلقحه من ساعه ما جت. ما هو اصل يعني عشان ال ما هو ايه واصل ايه؟ ما تنطق يالا تتكلم. ما هو السواق لسه ما جاش يا حاج. ما شاء الله، السواق لسه ما جاش. وسعيد راخ راح فين؟ الرئيس سعيد. ما هو اصل يعني ما تقعد تقول لي ما هو اصل يعني، ما تنطق يالا. انا شفته ماشي مع عم غول وبيقولوا انهم رايحين مشوار. معقول؟ من امتى الكلام ده يالا؟ يجي ساعة واكتر كده يا حاج. طب خد هاتهولي على التليفون. حاضر يا حاج. وتشكر يا سعيد يا ابني، دايما عامر. تبقى اظهر يا عم الغول وما تقطعش الجوابات. اتفضل معايا يا سعيد. هو صحيح البيت عامل زي القبر، لكن بعد اول كاس بيبقى قدع من فيلة عمك سلطان. ده انت اول جدعانة يا عم الغول. معلش، خليها وقت تاني ان شاء الله. طب اشوفك يا ابني ان شاء الله. سلام. سلام اخو. اهو انت في ايه حاج؟ ماله؟ ايوه حجوج، انت داير فين مع الغول يا سعيد؟ الله، سمك ايه وحنشان ايه؟ احنا فاضيين للكلام ده. قول لي الواد ابن خالتك فين؟ ما شفناهوش من الصبح. عزام هو لسه ما جاش؟ طب ماشي يا حجوج، انا هتصرف. لا انا هروح البيت نص ساعه وبعدين في حاجات هشوفه مع الناس وهاجي لك على طول. لو عاوزني ارجع لك حاجه على طول يا حاج. طب ماشي، يلا سلام. سلام. والله زمان يا مكان.
سلف ودين. أوان السداد وقف يا بورسعيد. يا بورسعيد يا ليام معدية تقولوا معدية تايهين يمين ياخد بقينا في المعمعدية. يا بورسعيد يا فين المعدية المستعدية تاخدنا على عيدنا وتدينا هدية وعدية للبورسعيد. المر لك عاني وبعاني وانا مش لوحدي. اهياني 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 الايام سهياني والدنيا سهياني. المر لك عاني وبعاني وانا مش لوحدي. يا بورسعيدية يا بورسعيدية الايام معدية تقولوا بعدية تايهين يا من ياخد بقينا في المعمعدية. يا بورسعيدية فين المعدية المستعدية تاخدنا على عيننا وتدينا هدية وعدية للبورسعيدية. عشقك وعشقاني عشقاني يا بورسعيداني ايواني عشقك وعشقاني عشقاني عالحب نشقاني نشقاني وقلبي حقاني واشقاني وبقدم هدية. يا بورسعيداني ايواني عشقك وعشقاني عشقاني عالحب نشقاني نشقاني وقلبي حقاني واشقاني وبقدم هدية. يا بورسعيدية سعيدية ليام معدية تقولوا بعدية تايهين يا من ياخد بقينا في المعمعدية. يا بورسعيدية فين المعدية المستعدية تاخدنا على عيننا وتدينا هدية وعدية للبورسعيدية. وابقى قلستاني وتحلى علشاني وبستاني